سيد الوالد عند الضغط في بلدية تبارك، يعني لو تفضلت يعني أن نطلب تسجيل أو دراسة بشهادة السلطات المحلية. كاين هناك يعني جودة في الخدمة العمومية التي تقوم بها مصالح مجمع سور الغاز، بحيث يعني صيف 2022 صيف هادئ بدون انقطاعات كما سبق لنا وأن تعهدنا أمامكم. وبالتالي اليوم نقدر نعطوا بعض الأرقام، يعني نسبة التغطية للكهرباء في ولاية باتنا 97%، وهي جد معتبرة، يعني بإتمام المشاريع المتبقية والتي تدخل في برنامج السيد رئيس الجمهورية، وهي ربط المناطق المعزولة يعني بالكهرباء. بقت لنا 100 منطقة، اليوم كان هناك تعهد من المصالح تاعنا بإتمام إنجاز هذه المشاريع كلها قبل نهاية سنة 2022. اليوم ولاية باتنا من الأوائل، بحيث نسبة التغطية بالغاز هي 86%. ما زالت يعني هناك 134 مشروع، يعني كانت هناك اتفاق مع السلطات المحلية، ورح نعمل كل ما في وسعنا لتزويد هذه المناطق بالغاز يعني إلى نهاية السنة إن شاء الله، إذا ما تكونش هناك اعتراضات من طرف يعني بعض المواطنين. فيما يخص الاكتفاء بالطاقة، ولاية باتنا يعني تمتلك طاقة جد كافية يعني لكل المواطنين، بحيث يعني بلغت كمية الطاقة 970 ميجاوات. بالتالي يعني ما يوجدش هنا مشكل في الطاقة في ولاية باتنا، يعني هذا بفضل كل استثمارات الدولة الجزائرية، لأنه كما تعلمون يعني السنوات الفارطة كانت هناك تذبذب وتذبذب كبير وانقطاعات كبيرة في الطاقة في ولاية باتنا. الحمد لله بفضل هذه الاستثمارات يعني تم القضاء على هذه الانقطاعات. هذا ما يعنيش أنه اليوم ولاية باتنا ما عندهاش مشاريع أخرى، لا، يعني اليوم فيما يخص مشاريع ربط المستثمرات الفلاحية، اليوم يعني حسب الطلبات التي يعني وجدت على عند مصالح مجمع صنع الغاز، نسبة الإنجاز بلغت 98%. هناك طلبات جد يعني إن شاء الله راح يتقدموا بها مصالح الفلاحة مقدرة ب 246 طلب، إن شاء الله راح يتم إنجازها يعني في الثلاثة أشهر القادمة، وبالتالي سوف يتم إنجاز ربط كل المستثمرات الفلاحية 100% بالكهرباء.